القراءة الصباحية من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الفصل الثامن من الآية 1 حتى 21. وحدث في تلك الأيام أنه كان جمع كثير ولم يكن لهم ما يأكلون، فدعا يسوع تلاميذه وقال لهم: إنني أتحنن على الجمع لأن لهم 3 أيام ماكثين معي وليس لهم ما يأكلون، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين خارت قواهم في الطريق، لأن منهم من جاء من بعيد. فأجابه تلاميذه: هل يقدر أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ فقالوا: 7. فأمر الجمع أن يتكوا على الأرض، ثم أخذ الأرغفة 7 وشكر وكسر وأعطى تلاميذه لكي يقدموا، فقدموا للجمع. وكان عندهم يسير من صغار السمك، فباركها وأمر بأن يقدموها أيضا، فأكلوا وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الآكلون نحو 4000، ثم صرفهم. ومن ساعته دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمونة. فخرج الفريسيون وجعلوا يباحثونه طالبين منه آية من السماء ليجربوه. فتنهد بروحه وقال: ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم إنه لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر. فنسي تلاميذه أن يأخذوا خبزا، ولم يكن معهم في السفينة سوى رغيف واحد، وأوصاهم قائلا: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. ففكروا قائلين بعضهم بعض: إنه ليس معنا خبز. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون أن ليس معكم خبز؟ أحتى الآن لا تفهمون ولا تعقلون؟ أو حتى الآن قلوبكم غليظة؟ لكم عيون ولا تبصرون، ولكم آذان أفلا تسمعون؟ ألا تذكرون حين كسرت الأرغفة 5 لـ5000، كم قفة مملوءة كسرا رفعتم؟ قالوا له: 12. وحين كسرت الأرغفة 7 لـ4000، كم سلة كسرا مملوءة رفعتم؟ قالوا: 7. فقال لهم: فكيف لا تفهمون؟ والتسبيح لله دائماً.